وضع المراهم والدهون على البشرة هل يمنع وصول الماء عند اليدين؟ وكذلك قناء الأظافر أفيدونا جزاكم الله خيرا. الدهون والمراهم التي ليس لها جرم تتجمد على الجلد لا مانع من استعمالها ولا تمنع وصول الماء إلى البشرة، لأن المقصود جريان الماء الوضوء على البشرة والدهون لا يمنع من ذلك. أما الطلاء الذي يكون على الأظافر إذا كان يتجمد وله جرم كالمناكير فهذا لا يجوز ولا بد من إزالته، وكذلك البويات التي تتجمد فإن هذه لا بد من إزالتها لأنها تمنع وصول الماء إلى ما تحتها. أما الأصباغ التي ليس لها جرم يتجمد وإنما هي مجرد لون ومجرد صبغ كالحنة وما أشبهه هذا لا بأس به ولا يمنع من وصول الماء إلى البشرة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.